الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعشان كده يجي السؤال المشهور، هو مين اللي أحسن، إحنا ولا الملائكة؟ فيقول لا، إحنا البشر، لأن الملائكة ما عندهمش أوبشن المعصية، ما عندهمش أوبشن إن هما ما يسمعوش الكلام، لكن إحنا عندنا الأوبشن ده، فبنعمل مجهود عشان نسمع الكلام. ليه؟ عشان إحنا بنحب بجد. الحمد لله أولا وأخيرا على كل النعم العظيمة، ومنها نعمة التواصل. ربنا سبحانه وتعالى يدينا قنوات نعرف نتواصل بها مع بعض، نتبادل الأفكار والخبرات ونتعلم من بعض، أو حتى قنوات نتواصل بها عشان نتبسط ونتسلى ونستمتع ونفرح. بودكاست ترانزيت دي الحلقة الأولى، وهو اسمه ترانزيت لأنه فكرة السفر دائما بتسيطر عليها. أنا بحب السفر جدا وبسافر كتير، وبشوف أنه كل مراحل الحياة تشبه الترانزيت، أنك بتنزل في مكان لفترة معينة، مفيش حاجة باقية ولا دايمة، ومهما طال وقتها ففيها ترحال من مكان لمكان تاني، وأنه إحنا في حياتنا عموما أصلا في رحلة، من أول ما بنتولد لحد ما بنموت وإن شاء الله يعني نروح الجنة. دي مراحل، كل مرحلة ترانزيت بنقف عندها في حتة معينة. بداية الرحلة، وإحنا خاصة بنتكلم دلوقتي في شهر عظيم ربنا سبحانه وتعالى برضو أنعم علينا بيه عشان يدينا فيه فرص إن إحنا نهدى شوية ونبقى في مرحلة ترانزيت كاملة لمدة 30 يوم قاعدين مستقرين. النبي بيقول إن لكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. في أيام مخصوصة كده ربنا بيزود فيها النفحة والعطية من عنده علشان تعرف تتأمل، علشان تعرف تسكن. والأيام دي خاصة اللي فيها رمضان فيها بقى من العطايا والأوبشنز الكتيرة، زي ما بيقول إنه في إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني دي فرصة حقيقية إن ربنا سبحانه وتعالى بيفتح أبواب الجنة علينا، فتحس إن أنت كأنك في الجنة، يعني أنت عايش في أيام رمضان وكأنك في جنة. فلما تيجي تقرب من ربنا بتلاقي القرب سهل، لما تيجي تعمل حاجة فيها عمل خير تساعد حد تحس بأحاسيس ما بتحسهاش خارج رمضان. حتى لما بتقعد مع لمة العيلة والصحاب والفطار والسحور بتحس كده بفرحة معينة في رمضان. دي نفحة عطية ربانية، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان يفرحنا. وتتقفل أبواب النار وتصفد الشياطين، الشياطين كلها بعيدة عنك، شياطين الجن بس طبعا، شياطين الإنس موجودين عادي ممكن يسيطروا ويعملوا حاجات كتير، فبرضو بنقول إن احنا في رمضان محتاجين نبعد عن شياطين الجن. المهم، في رحلة الحلقات بتاعة البودكاست دي احنا كأننا مسافرين رحلة، وهننزل كل يوم محطة ترانزيت. لكن احنا دلوقتي اعتبر كده، تخيل معايا ان انت على متن الخطوط الجوية وانا الكابتن، مش كابتن، لا انا مش قائد الرحلة، بس يعني انا من الكابن كرو، وهنطلع دلوقتي نطير فوق. ونطير فوق ليه؟ يعني ليه اخترت انها طيارة؟ علشان نشوف كل حاجة من فوق في حجمها الطبيعي، حجمها الطبيعي اللي هي صغيرة، مهما كانت احنا شايفينها كبيرة دلوقتي، لكن من فوق بتشوف كل الامور صغيرة، بتشوف كل الخطوات اللي نفسك تتقدم فيها في حياتك بس شايف انها ضخمة ومش تعرف تدخلها دلوقتي بتشوفها صغيرة، بتشوف كل الهموم والمشاكل اللي عاملة لك اكتئاب برضو صغيرة، كل الحاجات دي بحجمها الطبيعي اللي هي صغيرة. ليه؟ لانه الله اكبر. فأي حاجة هتشوفها في حياتك تحس انها ضخمة وكبيرة وصعب الوصول اليها، او هتشوف ان هي تقيلة عليك ومش قادر تتحملها، او هتشوف ان هي ذنوب مثلا معينة صعب التخلص منها، او انت عملتها فحاسس ان هو ده انا عملت يعني كده، دايما تفتكر انه الله اكبر. فلما بنطلع ونسافر دلوقتي، يعني انا بوصيك انك تربط حزام الامان وتتوجه معايا في الطيارة دي، الرحلة اللي هنسافر فيها زي ما قلتلك هننزل محطات معينة، كل محطة هنشوف فيها قصص وناس وأشكال وألوان وأفكار. لكن أول ما بنركب الطيارة وبنسافر أول حاجة بنقولها إيه؟ بنقول دعاء السفر. وأنا طول الوقت كان دعاء السفر ده بالنسبة لي ملهم جدا، وده دعاء حديث صحيح عن النبي في صحيح البخاري رواه سيدنا أبو هريرة، فكلام يعني
جد 100%. لما بسافر دايما، السفر دايما فيه متعة جميلة طبعا، وممر السعادة والحاجات الحلوة دي كلها، بس في الأول وفي الآخر السفر فيه شيء من الدراما كده، اللي هو بعد عن الأهل والناس والأحباب والبلد والكلام يعني اللي بيحرك مشاعرك خلال الرحلة. فدايما أول ما بطلع كده أركب طيارة ولا أركب مركب ولا أركب عربية ولا أركب أي حاجة وأنا ماشي، نقول اللهم أنت الصاحب في السفر. فكانت بتستوقفني جدا كلمة اللهم أنت الصاحب. ويمكن لو ما كانش الحديث ده موجود صحيح، وفي آية كمان في القرآن بتقول المعنى ده هقولك عليها دلوقتي، كان الواحد اتكسف أن يقول ربنا صاحبي. يعني كان ممكن تحس أنه هو عيب، يعني ده ربنا أنت بتقول صاحبي، لكن هو النبي اللي قال يا جماعة اللهم أنت الصاحب في السفر. فيعني إيه ربنا سبحانه وتعالى صاحبي؟ يعني إيه ممكن تبقى العلاقة بيني وبين الملك الجليل سبحانه وتعالى علاقة صحبية وصداقة؟ طب وهي إيه معنى الصحبية والصداقة أصلا؟ أنا من كم يوم سألت مجموعة من صحابي على الواتساب إيه ما هي مواصفات الصديق بالنسبة لك أو الصاحب؟ قالوا صفات كتير جدا جدا، وأنا حاولت إن أنا يعني أقيس كده الصفات دي على الحسنة اللي إحنا بنتمنى أنها تكون في صحابنا، لقيت أنه أكتر منها بكتير جدا، الصفات دي وأكتر منها بكتير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، ونقدر نقول أنه هو الصاحب الحقيقي. أنت بتقول اللهم أنت الصاحب في السفر، ومش بس كده، والخليفة في المال والأهل، الناس اللي أنت سايبهم وخايف عليهم وقلقان عليهم ومش عارف، يعني عندك مشاعر مختلطة تجاه البشر اللي سبتهم ورحت، أو تجاه فلوسك مالك مشروعك شغلك حياتك صحابك، هو صاحبك سبحانه وتعالى وصاحبهم برضو، لأنه مش صاحب عادي. فالقرآن بيقول في آية لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يصحبون، بيأكد معنى أنه في ناس معينة ربنا سبحانه وتعالى ما يصاحبهمش، الظالمين والكافرين، لكن هو صاحبك أنت. فاللهم أنت الصاحب في السفر. إيه هي بقى مواصفات الصاحب ده سبحانه وتعالى؟ وخلينا نبدأ أول حلقة قبل ما نقول إحنا محتاجين نعمل إيه في شهر رمضان، محتاجين نغير من نفسنا ايه، محتاجين نقبل على ايه من العبادات ونسيب ايه من محتاجين الاول نتعرف احنا بنعمل كده لمين وعشان مين، ومين اللي خلقنا، وهو بيخلينا نعمل كده ليه، علشان برضو هتوصل في مرحلة معينة تحس ان انت بتعمل كده علشان روحك علشان نفسك. هو سبحانه وتعالى مش كل الدنيا باللي فيها باللي عليها زي ما احنا عارفين، اللي تساوي عنده جناح بعوضة، ومش فارق معاه، هو فارق معاه انت سعادتك وراحتك وفرحتك، علشان كده هو الصاحب سبحانه وتعالى. هو صاحب ليه بقى؟ هو صاحب لانه الوحيد سبحانه وتعالى اللي بيديك عدد من الفرص لا نهاية لها، لا نهاية لها. مش هتلاقي واحد صاحبك بيديك فرص في الحياة لما تبعد عنه أو لما تزعله أو لما تضايقه بقدر وكمية الفرص اللي بيديها ربنا سبحانه وتعالى. أوقات كتير إحنا شخصيا، أنا بتكلم بقى عن نفسي أنا كصاحب لواحد مثلا، إنه ممكن أمل، ممكن أزهق، ممكن أحس ما فيش منه فايدة، ممكن أعاتبه حتى أو ألومه. سبحانه وتعالى لما تحس إن أنت في صاحب في حياتك بيديك كمية فرص دائمة أبدا بدون سؤال بدون حتى عتاب، يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ربنا بيقول لو رحت له قراب الأرض خطايا يعني قد الكوكب الأرض ده ذنوب ومعاصي، أتيتك بقرابها مغفرة. ده شيء عظيم، انت لو رحت قد الأرض ذنوب هو سبحانه وتعالى هيديك قد الأرض مغفرة. الكلمة اللي بعدها قوية جدا، ولا أبالي، مش عاجبك. يعني مش بس إيه، لأنه أنت أحيانا لما تعمل تغلط فيا وأنا صاحبك فأقول لك خلاص يا عم سامحتك، بس ليه عملت كده؟ أنا قصرت معاك في إيه؟ وأنت فاكر لما عملت كذا؟ وأفضل تقول لي عاقبني أحسن، يعني قطعني أحسن ما تفضل تعاتب وتلوم وتقطع فيا وتعمل فيا اللي بتعمله ده. الصديق الحقيقي أو الصاحب الحقيقي اللي بيديك كمية الفرص دي من غير لوم ولا عتاب، ومن غير ما تبعد عنه فتفكر هو أنا هرجع، طب افرض لو رجعت وقلت له ما يمكن ما لقيهوش، يمكن ما يفتحليش الباب، يمكن لو اتصلت عليه ما يردش بيا.
سبحانه وتعالى كل يوم في الليل يتنزل نزول يليق بجلاله ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحانه وتعالى هو اللي بيدعوك علشان تقوي العلاقة دي في الصحبة دي. الصاحب سبحانه وتعالى بيقول آية عجيبة قوي في القرآن الكريم، إنه عشان بس تفهم إنه هو ده صاحب بيحب سبحانه وتعالى، هو صاحبك علشان بيحبك مش عشان عايز منك حاجة. ففي آية بتقول: من يرتد منكم عن دينه، اللي هيرتد عن دينه أصلا هيسيب الدين والملة ويبعد، فسوف يأتي الله بقوم، ربنا سبحانه وتعالى هيمحيهم خالص الناس دول ويجيب ناس تانيين. صفاتهم إيه بقى؟ فسوف يأتي الله بقوم يعبدونه يطيعونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فآية تقول لك أنه إحنا مخلوقين علشان، وقال يحبهم ويحبونه مش يحبونه ويحبهم، ده يبين لك أنه سبحانه وتعالى هذا الصاحب خلقك وأوجدك علشان تفضل عايش في علاقة المحبة دي والمودة والود ده. وسيدنا النبي بيقول: إن لم تذنبوا، طب إحنا موجودين هو اتخلقنا بس بنعمل ذنوب، فممكن يبقى في خلل في الصحبة دي إن إحنا نعمل مشاكل بتاع. فسيدنا النبي يقول: إن لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو ما أذنبتوش، مش لو أذنبتوا، لو ما أذنبتوش لذهب الله بكم وأتى بغيركم يذنبوا فيتوبوا فيتوب الله عليهم. هو عارف ضعفك، فهو بيقول لك تعامل على الهيئة اللي انت فيها وعلى الشكل اللي انت فيه، تعايش زي ما انت عايز. ما في مخلوقات تانية ما بتعصاش، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعشان كده يجي السؤال المشهور: هو مين اللي أحسن، إحنا ولا الملائكة؟ فيقول: لا، إحنا البشر، لأن الملائكة ما عندهمش أوبشن المعصية، ما عندهمش أوبشن إن هما ما يسمعوش الكلام، لكن إحنا عندنا الأوبشن ده، فبنعمل مجهود عشان نسمع الكلام. ليه؟ عشان إحنا بنحب بجد. أنت قدامك الفرصة، أنت لو قاعد معايا في البيت 24 ساعة والباب مقفول علينا ومش هينفع تخرج خالص، أنت مضطر تقعد معايا. لكن لو أنت بتروح وتيجي بس بتجيلي كل يوم وبتسأل عليا كل يوم، أنت عندك الأوبشن بس أنت اخترت أنك تقرب مني. الآية العظيمة في القرآن الكريم اللي بتحكي مشهد، يعني إن صح التعبير أقدر أقول إنه مشهد رومانسي عجيب جدا جدا جدا، تبين لك فكرة إنه الصاحب بقى نوع تاني من أنواع يعني الصحوبية اللي ربنا سبحانه وتعالى مصاحبها لنا. الصاحب اللي بيعطيك الهدايا، اللي دايما واخد باله إنه العلاقة بينكم تكون فيها شيء من الصدق ومن المفاجآت، من المفاجآت. هو مش بيديك هدايا عادي، هو بيفاجئك بالهدايا. الآية بتقول إيه؟ بتقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. تتجافى يعني تبعد، جنوبهم يعني أجسامهم، عن المضاجع يعني السرير. شوف بس المشهد الرومانسي ده بين العبد وبين الرب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. العبد مش قادر ينام، مش جاي له نوم بالليل، خاصة في وقت الرومانسية ده. ده الوقت اللي أي حبيب بيختلي بحبيبه، ويعني المشاعر فيه بتبقى فياضة، يعني مش عارف فياضة دي جياشة، مشاعر قوية. الوقت ده تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبعد العبد مش قادر ينام مش جاي له نوم، يعمل إيه؟ يدعون ربهم. هو مش قادر ينام، هو بيفكر في المحبوب طول الوقت. عارف كده في الوقت بتاع حب المراهقة ده الجميل، تبقى انت نايم ومش قادر، عمال تشوفها على الحيطان وعلى الدواليب ومش شايفها في كل حتة في الأوضة، فمش تقوم تتكلموا في التليفون 5-6-7 ساعات ولله المثل الأعلى. هو مش قادر ينام، فيقوم يدعون ربهم ايه؟ خوفا وطمعا. خوفا من العذاب، يعني انا خايف لا يعذبني، هو انا عامل اللي عليا طول النهار. طبعا مفيش حد فينا بيعمل اللي عليه، يعني هنتكلم في الموضوع ده، بس يعني عادي صليت وصمت ونمت لكن الخوف بتاع بالليل ده مش خوف من العذاب، ده خوف من البعاد، من الهجر، من الفراق. وده نفس خوف المحبين الرومانسيين اللي حكينا عنهم من شويه. ما انا معايا طول النهار، انام بقى ساعتين
لا انا بيوحشني، خايف للعلاقة بيننا تتأثر، لا يحصل شيء من الجفاء في كام الساعة دول. يدعون ربهم خوفا وطمع، طمعا في ايه؟ طمعا في القرب، في المحبة، في الراحة النفسية والسكينة اللي بحسها وانا معاه، لانه ختم الآية بيقول ومما رزقناهم ينفقون. فهو مش طمعان في فلوس، مش طمعان في عطايا مادية، هو طمعان في حالة من السكينة والراحة اللي بحس بيها وانا مع حبيبي. الآية اللي بعدها تقول ايه بقى؟ الصائمين بيدخلوا من باب الريان، والمجاهدين لهم اجر معين، والمصلين لهم، كل الناس اللي بتعمل اعمال صالحة ربنا قال هيديهم ايه. لكن دول قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. مفاجآت. هو نفس القصة كده، لما بتعيش قصة حب مع، فتحس ان انت طول الوقت عايز تعمل مفاجأة، عايز تجيب لها هدية، عايز تعمل. فلا، ولله مثل الأعلى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. دول بقى جزاءهم مفاجأة، لما ييجوا ان شاء الله بعد يوم القيامة هنفاجئهم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، برضو مش من ثواب ولا من نعيم ولا من جنة، حتى الوصف رومانسي، من قرة أعين. عارف لما تحب حد قوي تقول له ده انت عيوني. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فدي صفة وتوصيف آخر لربنا سبحانه وتعالى الصاحب. وده زي ما بقول سيادتك ان احنا بنحاول نتعرف، احنا في هذا الشهر الكريم، او مش في هذا الشهر بقى، في هذه الرحلة، الرحلة الكبيرة دي كلها، احنا نتعامل مع مين؟ احنا بنتعرف على مين علشان نبقى عارفين؟ انه احنا خلينا نتفق انه من قواعد الرحلة اللي احنا مسافرينها دي ان احنا عندنا تعارف، تعارف، فالتعارف هيولد نتيجته ايه؟ محبة. لما بتتعرف على حد بتحبه، فالمحبة نتيجتها ايه؟ اتباع. خلاص بتلزق فيه، انت مش بتشوف حد كده ماشي في الشارع وتقول انا بحبك قوي، مش حد بيعمل كده. ما لازم اعرفه الاول، اتعرف عليه وعلى صفاته ونقرب من بعض، فلما احبه بقينا شبه بعض. حتى في يعني علماء النفس في بعض التجارب لقوا انه كتير من الازواج بيعملوا نفس الحركات وليهم نفس ردود الافعال بعد فتره معينه من الزواج المبني على حب. فتلاقيهم حتى بيقولوا نفس الاكسبريشنز والمصطلحات، وتلاقيهم حاطين رجل على رجل زي بعض، بيتكلموا زي بعض، بيبصوا زي بعض، واحيانا بيبقوا شبه بعض، ولله مثل الاعلى. فالتعارف بتبقى نتيجته محبه، والمحبة بعد كده نتيجتها اتباع. وده اللي احنا عايزين نوصله خلال طول هذه الرحلة. فزي ما احنا متفقين من قوانين الرحلة دي ان احنا عايزين نمر بثلاث مراحل، وفي خلال الثلاث مراحل دول بننزل ترانزيت في محطات كتير قوي. مرحلة التعارف اللي بعد كده بتولد مرحلة الحب، اللي بعد كده بتولد مرحلة التعلق بيسموها، الاتباع، التقليد، لحد ما يبقى المحبوب نسخة من محبوبه في كل ما يريد. فاحنا بنتكلم بقى في الحب الإلهي، انك تكون النسخة السوية من مراد الله سبحانه وتعالى منك ومن أوامره فيك وليك. من صفات الصاحب سبحانه وتعالى تاني انه لطيف، ومن أسماءه سبحانه وتعالى اللطيف. والصاحب اللطيف ده رزق فعلا. الصاحب اللطيف ده مش سهل انك تلاقيه. اللطيف اللي هو ايه؟ اللطيف اللي يبقى معاك بس ما انتش حاسس بعبء وجوده. هو موجود بس مش عاملك عبء. هو دايما كده بيقول الاشياء اللطيفة يعني التي لا ترى، يعني يقول لك اجسام لطيفة زي الهواء كده. الهواء ده شيء لطيف موجود بتتنفسه وما تقدرش عايش من غيره، بس مش شايفه، مش مضايقك. فمن أسماءه سبحانه وتعالى اللطيف، وهو صاحب لطيف لأنه موجود دايما معاك سبحانه وتعالى. وجود اهتمام، وجود محبة، وجود عناية، وجود رعاية، وجود عطايا. أنت مفيش حاجة بنعملها في حياتنا كلها إلا وهي بإذنه وبأمره سبحانه وتعالى. فهو موجود هذا الوجود لأنه بيحبك ولأنه صاحبك. أنا زمان وأنا في تلت إعدادي، عشان أنا فاكر قوي الموضوع ده، يعني قريت أبيات من الشعر، وأنا أنت عارف أنا بحب الشعر والموسيقى والإنشاد والحاجات. فقريت أبيات من الشعر وحفظتها وكنت متأثر قوي بيها، علشان حسيت فيها معنى الصحبة ده. بيقول إني مع العبد الذي هو ذاكري، وتحركت بي مخلصا شفتاه، عبدي
إذا طاوعتني ألفتني وغدوت لي عبدا أجيب دعاه، ومتى تقل الشيء كن فبقدرتي ومعونتي كان الذي تهواه. علشان كده بيقولوا أنه في حكمة عن نسير بن عطلة بيقول: من وجد الله ماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. الصاحب اللي معاك، المرافق الدائم بلطف وبعناية وبرعاية، وإحنا في معنى المعية بقى الربانية سبحانه وتعالى، اللهم أنت الصاحب. معنى المعية ده فيه كتير جدا 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 من التفاصيل اللي تحسسك طول الوقت أنك مطمن. أنت خايف من إيه؟ أنت خايف من إيه وأنت معاك المتحكم في كل شيء، في كل شيء، بكن فيكون. عبدي إذا طاوعتني ألفتني، يعني تحس بالألفة بوجوده سبحانه وتعالى، وتحس بأنه شيء مألوف بالنسبة لك. أنت مش قلقان ولا متضايق ولا زعلان ولا حاجة، عشان أنت أول ما هتقول يا رب هيقول لبيك عبدي، ألفتني وغدوت لي عبدا أجيب دعاه، ومتى تقل للشيء كأنه، شوف الحتة دي حلوة، أحلى حاجة في الأبيات دي، ومتى تقل للشيء كن فبقدرتي ومعونتي كان الذي تهواه. كأنه سبحانه وتعالى بيديك الخصيصة دي، أنك تقول للشيء كن فهو سبحانه وتعالى ينفذها لك فتكون. فيقول: من وجد الله ماذا فقد. فقدت أنت في حياتك لو أنت عرفت معنى الصحبة ده، وأنه هو صاحبك الرقيب عليك السميع المجيب. قال سيدنا موسى خايف يروح لفرعون هو وأخوه، قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. أنا سامع كل حاجة وشايف كل حاجة. أنت في حالة من العناية والرعاية، إنه الشخص اللي ممكن يأذيك هو مسموع ومتشاف من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى المتحكم فيه وفيك وفي الكون كله. فاللهم أنت الصاحب السميع البصير اللطيف القريب. يقول ابن آدم: اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء. بس خلاص الخلاصة، اطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء. لأنه أنت بتقول له: يا رب أنا محتاج كذا وكذا، دي هي بتاعته وهي في إيده وهي ملكه سبحانه وتعالى. طيب، من الصفات التانية المهمة والعظيمة أنه صاحب لا يمل. وإحنا قلنا قبل كده أنه ممكن من كتر غلطاتك، من كتر ما بتعمل مشاكل مع صاحبك، يزهق منه خلاص، ما فيش منه فايدة. وفي نفس الوقت أنه لما تكتر على نفسك في العلاقة مع الصاحب ده، أنك تبقى يعني معاه طول الوقت ومش سايبه ولازق فيه، برضو سبحانه وتعالى لا يمل من هذا ولا يزهق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون. كان في كده مجموعة قرروا إن هم هيعملوا أعمال من العبادات والطاعة المرهقة، هو مش هيبطل خالص. وراح، انت عارفين القصة بتاعت إن واحد راح قال للسيدة عائشة، قال لها: أنا هصوم ومش هفطر، والتاني قال لها: أنا هقوم الليل ومش هنام، والتالت قال: أنا هعتزل النساء مش هتزوج. إنه إيه ده، النبي بينام ويقوم عادي وبيتجوز وكده؟ لا لا لا، ده احنا هنبقى أجمد منه. وسيدنا النبي غضب جدا، فبيقول: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صاحب مش محملك فوق طاقتك، هو مش مكلفك فوق طاقتك. اللي قادر تعمله أعمله، بس داوم عليه. داوم عليه ليه؟ علشان المداومة على الشيء، الاستمرارية على الشيء، هي سر النجاح في هذا الكون، وسر النجاح في تكوين الشخصية. لما تداوم على رياضة معينة صحتك تبقى كويسة، لما تداوم على النوم هتبقى جسديا أحسن، لما تداوم، حتى نتكلم في البودكاست ودايما بينصحوا نعمل إيه علشان نعلي الريتش، لازم تداوم على نزول المحتوى. المداومة هي سر النجاح وسر التكوين بقى، الحفر في الشخصية. يقولوا الصخرة ممكن تتحفر تتكسر بالمية، بقطرة المية. ليه؟ لو داومت القطرة دي عمالة بتنزل بشكل دائم، هتعمل حفرة في الصخرة. فعايز تحرك شيء في حياتك، تغير شيء حقيقي في حياتك، لازم تداوم. فيقول: إن الله لا يمل حتى تمل أنت. طول ما أنت مش ملول من العمل والإقبال على الله سبحانه وتعالى، ولسه بتروح تبعد وترجع وتغلط، هو سبحانه وتعالى لا يمل. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ما تضغطش على نفسك
علشان العلاقة تفضل مستمرة بشكل مريح، لأن احنا اتفقنا انه الرحلة اللي احنا مسافرينها دي رحلة راحة وسكون وطمأنينة، هو عايزك تبقى مرتاح طول الوقت. خلقنا سبحانه وتعالى علشان نعيش إحساس الراحة ده. من الصفات العظيمة في ربنا سبحانه وتعالى الصاحب انه بالبلدي كده احنا بنقول ايه، هو مصاحبك على عيبك. عارف صاحبك صاحبه على عيبه ده، وده يعني دي من اجمل صفات الاصدقاء، انه يبقى صاحب حقيقي انه واخدك على عيبك. فسبحانه وتعالى حرفيا واخدنا على عيوبنا، هو عارف ان انت بتنسى، وعارف ان انت بتبعد، وعارف ان انت بتضعف، وعارف، ولكنه سبحانه وتعالى برغم كل هذا موجود وقريب وسميع ومجيب. صاحب لا يعيرك بعيب، ودي ابشع صفه في اي صديق، انه يبقى عارف بعض اخطائك او عيوبك ويعايرك بيها في وقت من الاوقات ولو حتى بالهزار والضحك. الصاحب الذي لا يعير بعيب ده، اللي ما بيعيركش بعيوبك، ده كنز تمسك بيه. سبحانه وتعالى الصاحب الذي لا يعير بعيب، وهو العالم الوحيد بكل عيوبك، انت مهم عنده. بص بقى المشهد ده، هو هجمعه لك كله، انه واخدك على عيبك ولا يعيرك بعيب، وفي نفس الوقت بيدافع عنك. عارف لما انت تبقى صاحبي وانت عارف ان انا عندي مشاكل، فانت مش بتعيرني بمشاكلي ولا بعيوبي ولا بصفاتي الشخصيه السيئه اللي فيها بعض حاجات سيئه، وفي نفس الوقت قدام الناس يقولوا الحاجه الوحشه اللي فيا، تقول لهم لا وتدافع عني وتقول لهم ده جدع، ده مش عارف ايه، ما تتكلموش عنه بالطريقه دي. سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، عارف عيوبك كويس جدا وقابل عيوبك كويس جدا، ولا يعيرك بهذا العيب ابدا، وفي نفس الوقت يدافع عنك. ايه الدليل في الموضوع ده؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا هم عبدي، بيقول للملائكه اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها علي. اذا هم يعني ايه؟ يعني نوى، ها روح اعمل المعصيه دي، اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها علي، فان عملها، لو عملها اكتبوها سيئه وخلاص، واذا هم بحسنه فلم يعملها، نويت انه يعمل عمل صالح بس ما عملهاش، اكتبوها حسنه، وان عملها اكتبوها عشرا ثم الى 70 ضعف، ثم الله يضاعف لمن يشاء. ربنا سبحانه وتعالى بيدافع عنك قدام ملائكته، انه لو هم كان ممكن يقول ايه، ما هو ما بيعملش غير غلطات، طب لو فكر يغلط اكتبه عشان اجي حاسبه. فاهم؟ ده يقولوا له يا رب دول يعني تصبح كل يوم السماء تقول يا رب دعني أمطر كسفا على ابن آدم فإنه يأكل رزقك ولا يشكرك. خد بالك الكون حوالينا كله من حبه لله سبحانه وتعالى بغير، فتقول السماء يا رب دعني أسقط كسفا على ابن آدم فإنه يأكل رزقك ولا يشكرك، وتقول الأرض يا رب دعني أشقق من تحت ابن آدم فإنه يأكل رزقك ويكفرك ولا يشكرك، وتقول الجبال يا رب دعني أطبق على ابن آدم فإنه يأكل رزقك ولا يشكرك. فربنا يقول لهم لو خلقتموهم لرحمتموهم. يدافع عنك دفاع، الكل الكون كله غضبان منك من اللي انت بتعمله، من البعد والأسى والمعصية والدمار واللي انت عامله في، فيقول لهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو انتوا اللي خلقتوهم كنتوا ترحموهم، مالكوش دعوة بيهم. ان تابوا الي، انا عارف انهم بيغلطوا، ان تابوا الي فانا حبيبهم. وبعدين ما قالش ان تابوا الي فهم احبابي، لا بيقول فانا حبيبهم، انا عارف ان هم بيحبوني حتى هو مش واخد باله. عارف انت الكلمه دي محرجه، يعني ان هو فيها ان تابوا الي فانا حبيبهم، وان لم يتوبوا عذبوهم بقى خلاص مفيش منهم امل. لا، يقول وان لم يتوبوا فانا طبيبهم، انا هعالجهم، انا ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعايب، انا هعرف كل واحد اتصرف معاه ازاي، لكن في الاول وفي الاخر دول عبادي، انا دول احبابي. الصاحب الوفي، الصاحب الغيور، من صفاته سبحانه وتعالى يقول إن الله يغار على عبده، وغيرة الله أن تؤتى محارمه. إنه ربنا سبحانه وتعالى يغير عليك لما يشوفك بتعمل حاجة حرام. ليه؟ لأنه يعني أنا بحبك وكرمتك
وخلقتك في أحسن تقويم وأحسن صورة وخلقة. ولما خلقتك سبحانه وتعالى يقول يعني قلت للملائكة اسجدوا لآدم، وطردت الشيطان إبليس من الجنة عشان مرضيش يسجد لك، وعملت لك الجنة ونزلت لك الأنبياء وشرفتك إنك من خير الأمم وأعطيتك حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتروح في الآخر تعمل كده؟ غيران أنا عليك. غيرة الله تبارك وتعالى على العبد أن تؤتى محارمه، في صحيح البخاري، إنك بعد كل التكريم ده والشكل الشيك قوي النظيف قوي اللي ربنا سبحانه وتعالى حطنا فيه، نروح ندنس نفسنا بعد كده بشوية ذنوب ومعاصي. إنك تبقى شخص ذو شخصية قوية لأنك صاحبه سبحانه وتعالى، ولأنك محبوبه تحبه ويحبك، ولأنك مكرم بالعقل والفهم، وبعدين تيجي أنت في الآخر تبقى كذاب، يعني مش أهل للثقة. ليه بتعمل في نفسك كده؟ يخلقك سبحانه وتعالى ويكرمك بالشكل والهيئة والمظهر الحسن، ويخلي فيه في المجتمع بتاعك رجل ومرأة ويحصل بينهم ألفة ومحبة فتكتر من المجتمع، وتروح أنت في الآخر تعمل معصية زي معصية الزنا وتجيب أولاد من الحرام مش عارفين. يخلقك باتزان وحكمة وتبقى أنت اللي عارف تعمر في الأرض وتبنيها، وتروح أنت في الآخر تشرب خمرة ومخدرات وتضيع دماغك. لا، وخد بالك إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وده تعريف في منتهى الجمال للوصف أو للحالة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعملها معنا وقت الذنوب. هو ممكن يقول إن الله يغضب، بص أنت صاحبي وحبيبي وكل حاجة، بس لو تماديت في الغلط أنا مش عارف ممكن أعمل فيك إيه. ده أنت شخص مش فارق معايا، إحنا صحاب، هتضايقني خلاص هخلص عليك أو أقطع علاقتي بيك. لكن لما أقول لك لو ضايقتني أنا غار أنا هتضايق، ده معنى إيه؟ إن أنا لسه باقي على العلاقة، أنا لسه باقي عليك، فعشان كده غيران متضايق. ولله المثل الأعلى، إنه لو هتعمل حاجات محرمات أنا هغير وهزعل، لكن في الأول وفي الآخر موجود سبحانه وتعالى، وأنا الصاحب الوفي السميع البصير اللي أول ما ترفع إيديك للسماء وتقول يا رب هتلاقيني موجود، اللي أول ما ترفع إيديك للسماء وتقول يا رب هتلاقيني أغفر الذنوب ولا أبالي زي ما قلنا في أول البودكاست، هتلاقيني سميع بصير عالم بما في داخلك من أوجاع ومن حيرة ومن حزن ومن زعل ومن عارف مشاعرك المختلطة. ربنا بيقول في سورة طه يعلم السر وأخفى. تفسير الكلمة دي إيه؟ قال يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني عارف اللي ما حصلش، لو كان حصل كان هيحصل إزاي. فده شيء يطمنك إن اللي بيحبك كل الحب ده عارف عمق أعماق حياتك بالشكل ده، فأنت في إيدين أمينة، أنت الحمد لله في حد فهمني للدرجة دي سبحانه وتعالى، فهمني وعارفني وعالم بكل أعماق قلبي ونفسيتي وجوارحي ومشاعري. وده يعني المحطة اللي حبيت أبدأ فيها أول البودكاست عشان تبقى مطمن، فتبدأ تفتح قلبك، تبدأ عارف تعمل كده، تقعد كده مستكين ومستريح، انت عارف انت بتتعامل مع مين، وعارف انت في هذه الرحلة مين صاحبك في هذه الرحلة. اللهم انت الصاحب في السفر. وده اكتر شيء ممكن يطمنك انه كريم، لا يعير بعيب، واخدك على عيبك، يدافع عنك، يعطيك الهدايا والمنح والعطايا، يناجيك سبحانه وتعالى، يناجيك هو بنفسه سبحانه وتعالى. والأحاديث كتير، أحاديث قدسية والآيات من القرآن بتقول كده. خلاص انت عايز مين صاحب تاني خلال هذه الرحلة تطمن له؟ في خلال هذه الرحلة بقى واحنا ماشيين وطايرين كده في الجو والمحطات اللي هننزل فيها ترانزيت، هنشوف ايه هي المحطات اللي ممكن تبقى يعني صعبة علينا، او ايه المحطات اللي مش متخيلين احنا ممكن ننزل فيها. بس هنرجع تاني ونفتكر انه انت بتهبط دلوقتي، بتنزل ترانزيت، وانت مع صاحب
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الحمد لله. ودلوقتي قلنا دعاء السفر، هنربط الحزام في الحلقة اللي جاية لأنه احنا عندنا يعني تفاصيل كده دقيقة. قلنا دعاء السفر، وبعد كده هنشوف رفقاء الرحلة الباقيين، وهنعمل خريطة نعرض عليها المحطات اللي هنهبط فيها. يا رب اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في المال والأهل والولد. اللهم اجعلنا دائما في عين عنايتك ورعايتك وفي كنفك وسترك. اللهم لا تحرمنا متعة ولا لذة ولا قرب هذه الصحبة، وجعلنا دائما يا رب يعني أصحاب منتفعين مرضيين، راضي عنهم ونظر إليهم بنظر الرضا دائما. ويا رب فهمنا عنك، ارزقنا الفهم عنك، وارزقنا الأدب معك، وارزقنا محبتك ومحبة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم.